أقوى عضة حيوان بري في العالم. التماسيح تتربع على قائمة أقوى الحيوانات في العالم، في حين أنه من غير المحتمل أن يستهدف التمساح عادة فريسة بحجم جاموس بالغ. فإن هذه الحيوانات المفترسة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ ستهاجم أي شيء تقريبا على أمل الحصول على الطعام، حتى الأفيال ليست آمنة. بالنسبة للأسود، فإن مهاجمة الجاموس البالغ خطر محسوب. يعد تمساح النيل أكبر تمساح في أفريقيا، ويعتبر بشكل عام ثاني أكبر تمساح بعد تمساح المياه المالحة. عادة ما يهاجم التمساح متوسط الحجم الحيوانات المنفردة القديمة والعجول الصغيرة فقط. على الرغم من أنها يمكن أن تهاجم البالغين الأصحاء، قد يصبح ذكر التماسيح النيلية الكبيرة بشكل استثنائي من الحيوانات المفترسة شبه المعتادة للجاموس. التماسيح مخلوقات شرسة تأكل الثعابين والجاموس والماشية وحتى البشر كذلك. اكتشف العلماء أن التماسيح مذهلة في هضم وجبات كبيرة، والتي تتيح لهم تناول 23% من وزن الجسم دفعة واحدة. وبالرغم من ذلك، فالتماسيح لديها العديد من الحيوانات المفترسة المختلفة مثل القطط الكبيرة، فقد يستطيع الجاغوار اصطياد تلك التماسيح والانقضاض عليها بشكل لا يصدق. فقوة الجاغوار ورشاقته قد تمكنانه من حسم المعركة في ثوان معدودة. الجاموس الأفريقي واحدة من الرعاة الأكثر نجاحا في أفريقيا. إنه يعيش في المستنقعات والسهول الفيضية، وكذلك يعيش في المراعي والغابات وفي الجبال الرئيسية في أفريقيا، وكثيرا ما يتعرض لهجمات شرسة من تلك القطط الكبيرة. فعندما تقل الفرائس الصغيرة تخاطر الأسود البرية بصيد جاموس الرأس الأفريقي. بالرغم من تعرضها للمخاطر عند مواجهة كبار العواشب الأفريقية، إلا أن عمل الأسود الجماعي قد يمكنها من الحصول على الفريسة كذلك. هذا الجاموس يفضل السكن مع تغطية كثيفة مثل القصب وغابته، لكن يمكن أن تكون موجودة في الغابات المفتوحة، وإنها تتطلب الماء يوميا، لذلك تعتمد على مصادر دائمة للمياه. وعندما تقترب من بحيرة التماسيح فهي في خطر لا محالة. التمساح حيوان شرس جدا، يهاجم الفريسة بشكل مباشر عند اقترابه من أماكن تواجدها. ومن أكثر التماسيح خطورة هو التمساح الأفريقي. يستمر حجم التمساح بالتزايد لمدة لا تقل عن 30 عاما. هذا يجعله حيوانا ضخما للغاية. إن قوة عضة هذا التمساح لا تعود لطول فكه أو حدة أسنانه وقوتها، وإنما لعضته الشرسة العاتية. نعتقد أن القوة الكبيرة لهذه العضة تعود بشكل عام إلى العضلات الهائلة المسؤولة عن إغلاق الفك، خاصة العضلة المعروفة باسم العضلة الجناحية. تمتلك التماسيح العديد من التعديلات الجسدية التي تجعلها مناسبة تماما لنمط الحياة المائية. تمتلك التماسيح جفنا شفافا، إضافة إلى كل ما يمكن إغلاقه لحماية عيونهم عندما تكون تحت الماء. كما أن لديهم أيضا فائضا من الجلد في الجزء الخلفي من حلقهم، مما يمنع تسرب المياه عند مهاجمتهم.